السلام عليك يا دكتور. سلام. ايه يا رضا؟ ايه؟ الساعة معاك كام دلوقتي؟ معلش يا دكتور أنا آسف جدا والله. آسف إيه؟ الأجزخانة مكركبة والمخزن جوه يضرب يقلب مش عارف ألاقي فيه حاجة. أنت مش هتروح النهاردة لما ترتبه وتعمل لي جرد للمخزن كله. تحت أمرك يا دكتور، بس كنت عايز أستسمح حضرتك في إني محتاج أقبض النهاردة. تقبض إيه؟ أنت لسه قبضك فاضل عليه أسبوع. ما أنا عارف يا دكتور، بس يعني عندي ظروف ومحتاج أقبض النهاردة. ظروف؟ ماشي، اتفضل. ربنا يخليك ليا يا دكتور وما تحرمش منك ابدا. انت الشهر ده يا رضا ليك 1800 جنيه صح؟ مظبوط يا دكتور. سحبت ادويه ب 1786، يبقى الباقي ليك 14 جنيه. 15 جنيه اهو يا سيدي. لا على ايه بقى يا دكتور؟ 15 جنيه؟ انا هاخد بيهم باكو مناديل احسن. الو، مين يا فندم؟ دكتور شريف؟